كريم انا رحت البرازيل، رحت في وقت دعينا فيه بيلي علشان يجي على مصر لما كنت ماسك كاس العالم للناشئين سنه 97 بطوله كاس العالم للناشئين، وانا كنت المدير التنفيذي للبطوله، وطلب مني ان انا اسافر البرازيل لدعوه بيلي علشان يحضر البطوله افتتاح البطوله. فانا طلعت على البرازيل ورحت على نادي سانتوس. انا لما رحت نادي سانتوس فوجئت بحاجه في منتهى الجمال، بصرف النظر بقى عن التمثال اللي عاملينه لبيلي والاشياء دي كلها، فوجئت ان نادي سانتوس عامل مبنى اجتماعي صغير للاعبي سانتوس القدامى. طبعا شوف الحلاوه وشوف الجمال وشوف الولاء وشوف الجمال بتاع التفكير في اهميه نجوم النادي، يعني التواصل في نجوم نادي سانتوس القدامى. حلو. ودول بيستفيدوا بيهم استفاده قويه جدا لان دول لعيبه ستارز، لعيبه كبار، فبالتالي بيبقى هناك احيانا مشاورات. هو حوار، ما فيش حد هيغير فكر المدير الفني اللي موجود، لكن على الاقل هيبقى عنده القدره على الاستماع وعلى على الاقل ابداء الاراء. اوجدوا النوعيه ديت في النادي ونادي سانتوس. هل ده معناه تقليل من رئيس النادي، رئيس نادي خالص سانتوس؟ خالص. اطلاقا ده يزوده قوة رئيس نادي أي نادي بقوة المحيطين به، صح، وليس بضعف المحيطين به. مش مسألة إن أنا عايز كون فيكون، إن أنا لوحدي يسيطر على البتاع. ما ينفعش. هنا النادي لن يتقدم، لكن لما يبقى في آراء مختلفة والآراء كلها متفقة على أهمية وجود هدف واحد وهو الارتقاء بمستوى النادي أو على الأقل المنافسة، يبقى هنا هوت أنا أقدر أقول لك إن أنا عندي رئيس نادي قوي.